انا خايف قوي من امتحانات تالتة ثانوي عشان جات صعبة. ما تخافوش، ما عندناش خوف، ربنا بيقول ما تخافوش وبيقولها كتير قوي، وربنا بيعمل احلى حاجة دايما دايما، ربنا بيعمل احلى حاجة. الناس تعمل اللي هي عاوزاه والدنيا تمشي زي ما هي عاوزة، وفي الاخر تلاقي احلى حاجة جات لغاية عندك. خلي عندكم الايمان ده، كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. حقيقي هي عاوزة ثقة. يوسف في آخر حياته قال كلمة جميلة قوي، قال لإخواته لما خافوا منه قال لهم أنتم قصدتم بي شرا والرب قصد به خيرا. أنتم افتريتوا وحبيتوا تأذوني، وربنا حول الأذية بركة ووصلت المستوى ما كنتش أحلم بيه. فربنا يقلب المشاكل بركات، ويقلب الحاجات اللي علينا تبقى لينا، دي طريقة ربنا دايما. فما تخافوش، الذي معنا أقوى من الذين علينا، احنا نعمل اللي علينا ونصلي، لكن ما تسيبش قلبك للقلق والخوف أبدا. احنا أولاد ربنا وما فيش حاجة هتفصلنا عن ربنا، ده اللي يهمنا. الباقي ده كله كلام صغير ما يستاهلش مننا الأمل.